أطلق معهد الدراسات القضائية والقانونية برنامج إعداد وتأهيل المنفذ الخاص للأفراد، وذلك في إطار تعزيز كفاءة وفعالية خدمات التنفيذ. هذا وتضمن البرنامج تدريبا مكثفا يشمل مختلف المعارف والمهارات اللازمة لممارسة مهنة المنفذ الخاص، إلى جانب تدريبات عملية. إيمانا بأهمية تعزيز الكفاءات والمهارات والعمل على برامج تدريبية متكاملة، أطلق معهد الدراسات القضائية والقانونية برنامج إعداد وتأهيل المنفذ الخاص للأفراد، الذي تضمن تدريبا مكثفا لمدة 5 أيام وبمعدل 20 ساعة، تتناول مختلف المعارف والمهارات اللازمة لممارسة مهنة المنفذ الخاص. المنفذ الخاص هي مهنة جديدة تم استحداثها بموجب قانون التنفيذ الجديد الصادر عام 2021 ومجموعة من القرارات واللوائح التنظيمية. وتأتي فكرة المنفذ الخاص كمبادرة ضمن أحد مبادرات العدالة الناجزة التي تهدف إلى نفاذ ميسر وسهل للأفراد إلى العدالة، بمعنى الوصول إلى العدالة بأسهل الطرق. اليوم أصبح أفراد الحاصلين على أحكام قضائية أو سندات تنفيذية لا يحتاج أنه يتعامل مباشرة مع إدارة التنفيذ الخاصة بوزارة العدل، بل بإمكانه اللجوء إلى المرخصين اللي هو المنفذ الخاص. ارتكز البرنامج على محاور متعددة حول المفاهيم الأساسية لعمل المنفذ الخاص وإجراءات بيع العقارات والمنقولات وتحرير وصياغة محاضر الحجز والجرد وقواعد وإجراءات التنفيذ العيني. كما يحتوي البرنامج إلى جانب المحتوى المعرفي تدريبات عملية. تأهيل اللي هو المنفذين الخاصين اللي هم أساسا عملهم عمل مساند لأعمال قضاة محاكم التنفيذ. الآن المنفذين الخاصين أصبحوا ركيزة أساسية في عملية تنفيذ الأحكام القضائية والسندات التنفيذية بمختلف أنواعها. بدأنا الحمد لله في دفعة أولى تقريبا وصلنا لـ40 شركة، والآن إن شاء الله من باب اللي هو تعزيز المنافسة في السوق، في سوق اللي هو تنفيذ الأحكام، فبالتالي فتحنا المجال للترخيص للمزيد من الشركات، وكذلك للشركات القائمة اللي حابة أن هي تعين منفذين طبيعيين آخرين على أساس أنها تواكب حجم ملفات التنفيذ القائمة في محاكم التنفيذ المختصة. تلقينا فيه من خلال اليوم الأول واللقاء الأول مع أستاذ وائل أنيس أن الناحية النظرية اللي هي من شرح القانون والقرارات الصادرة فيه. أما الأيام التي لحقت هذا اليوم طبعا كان هو من خلال التدريب العملي من أساتذة أفاضل ولهم باع كبير في هذا المجال. هذه الدورات وهذه البرامج تفيدنا كثير في أن احنا نتأهل ونواكب القوانين والتحديدات الجديدة اللي تصير في مجالنا القانوني، وطبعا كل الشكر لهم لتحت لها الفرصة وإعدادنا لها. إن برنامج إعداد وتأهيل المنفذ الخاص للأفراد هو بصدد أن القانون أوجب على المنفذ له الاستعانة بالمنفذ الخاص لاستكمال إجراءات التنفيذ في ملفات التنفيذ التي صدرت فيها قرارات بالحجز على أموال المنفذ ضده، كما يمكن الاستعانة بالمنفذين الخاصين المرخصين للقيام بإجراءات الإخطار وتقديم طلب التنفيذ ومتابعة الإجراءات المتخذة. إطلاق معهد الدراسات القضائية والقانونية لبرنامج إعداد وتأهيل المنفذ الخاص للأفراد، يأتي البرنامج في إطار تعزيز المهارات اللازمة لممارسة مهنة المنفذ الخاص وتعزيز كفاءة خدمات التنفيذ ضمن مبادرات الوصول إلى العدالة. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.